الملف الاقتصادي وحديث الرئيس عن تبني استراتيجيات بتعظم من قدرات وموارد مصر الاقتصادية وتعزز من صلابة ومرونة الاقتصاد المصري. شايف ازاي التوجه ده في بناء اقتصاد قوي قادر على مواجهة الأزمات؟ شوف ده طبعا ده توجه والرئيس أكد فيه على خطابات محددة، وده أمر تعمل فيه دراسات الرئيس وجه بيها وتمت بالفعل على قطاعات التنمية في مصر، اللي هو سيادة الرئيس تكلم على تعظيم قدرات وموارد مصر الاقتصادية وصلابة ومرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات مع تحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام ومتوازن وتعزيز دور القطاع الخاص. هذه الجملة جملة مفتاح، والحقيقة ان احنا شايفينها حاصلة بالفعل زي ما حضرتك تقول من شوية انه ده مش كلام لسه هيحصل. لا بس مش حاصلة قوي، لا بس بقصد وثيقة، لكن في خطوات بتتخذ فيها اللي هي مثلا وثيقة سياسة ملكية الدولة، يعني دي كانت بادرة من الدولة يحتاج دعم اكبر. القطاع الخاص في مصر يحتاج، مش يعني مش الارقام بتقول اللي بقوله، الارقام بتقول مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الاجمالي مش قد كده. وبالتالي الجملة دي لما رئيس الجمهورية يقولها في خطاب يعني بدء فترة جديدة لا دي لها دلالة، لأنه والقطاع الخاص في النهاية هو في يعني في النهاية مفيش قطاع خاص هيعمل داخل مصر إلا هيفيد مصر. أنا راجل عمري ما كنت رأس مالي، أنا راجل تمني مدرسة تانية، بس في الوضع الحالي الاقتصادي لابد من وجود قطاع خاص، لأنه التشغيل والعمالة والإنتاج وإحلال محل الواردات واستبدال الاستيراد. إيه أهمية الدور اللي ممكن يقوم به القطاع الخاص في الملف ده؟ يعني في الاقتصاد المصري ودعمه. شوف إحنا مش عايز أكرر، اتقال في حاجات اتقالت في الحوار الوطني وإحنا بصدد رفعها للسيد الرئيس قريب جدا. القطاع الخاص لابد، حضرتك هديك مثال بسيط جدا، عدد العاملين في مصر اللي بيشتغلوا في كل حاجه حوالي تقريبا 26 28 مليون، اللي بيعملوا في القطاع الحكومي في الدوله الان حوالي 4.5 مليون، واللي بيعملوا في القطاع العام يعني على بعضهم 5.5 مليون، في 21 ل 22 مليون مصري شغالين في القطاع الخاص، يعني قوة عمل هائلة. ليه؟ لأن الدولة تستطيع أنها تستوعب العمالة. القطاع الخاص أول شيء مهم جدا للناس اللي قاعدة دي، خلوا فرص عمل، لأنه من الحكومة مش تقدر تعملها، الحكومة عندها جهاز إداري هي الموجود دلوقتي يزيد عن حاجتها مرتين ثلاثة، فمش تقدر تعين، عشان كده توقفت التعيينات. قطاع العمل العام والقطاع العام في عدد من الأعداد لكن مش بيتوسع فيستوعب، وبالتالي القطاع الخاص ضروري اولا عشان العماله، اثنين عشان الانتاج، لان القطاع الخاص لابد انه تتاح له كل الفرص المتساويه، واللي هو يعني سميتها وثيقه الدوله اللي هو الحياد التنافسي، لابد يكون الحياد التنافسي فعليا، لابد ان كل العقبات اللي موجوده قدام الاستثمار الخاص المباشر سواء المصري او الاجنبي تزال. هناك عقبات مؤكده وهناك شكاوى، احنا بنتكلم على الحوار على اللي جالنا ده، امر في المرحله اللي جايه دي مصر لابد انها تعبر الفتره الانتقاليه دي وبسرعه شديده، لانه الرئيس حدد هنا الدوله دورها ايه بقى؟ انها حددت القطاعات، لان دراسه الدوله للموارد المصريه والقوى الكامنه قالت لها انه التركيز على قطاعات الزراعه، الصناعه، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، السياحه. ذكر اربع قطاعات صحيح، لانه درس هذا الامر. انا بقول لحضرتك الرئيس نفسه تابع هذه الدراسات بعمق، ولقوا ان القطاعات دي واعده جدا وان جداً. هي ليها دور كبير في الناتج المحلي، ولو نمت يعني لو القطاع الخاص منح او التسهيلات يعني تسهيلات قانونيه طبعا في قطاعات الزراعه واخرى في الصناعه، الصناعه هي الشيء الرئيسي لازم نهتم بيه، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحه، ده الدراسات اللي انا في حدود علمي هتعمل قفزه كبرى في الناتج المحلي الاجمالي وتعمل قفزه كبرى ايضا في الصادرات المصريه. وبالتالي مره اخرى يعني ده تاكيد على ما يجب القيام به في الفترة الجاية، والفترة الجاية يعني مفروض
عند ناس كتير كلام مش محدد لحد يعني ناخدها جد شويه. طيب عايز اتكلم عن زياده الرقعه الزراعيه وازاي بتسهم يعني في تحقيق الامن الغذائي هنا في مصر، خصوصا انه خلال السنوات اللي فاتت شفنا مشروعات يعني قوميه عملاقه في مجال الزراعه زي الدلتا الجديده، زي توشكا، شرق العوينات، مشروعات تنميه شمال وسط سيناء وغيرها، وبنتكلم عن اضافه 4 مليون فدان جديد للرقعه الزراعيه في مصر. بص يا فندم، الدوله عملت دورها وهو استصلاح هذه الاراضي، ومزيد من الاستصلاح داير مشروع مصر المستقبل ومشروعات اخرى في توشكا وغيره، وبالتالي جهزت ما يجب ان يكون محلا للاستثمار. واحنا بنتكلم بصراحه شديده جدا، حتى اللحظه الاستثمار الخاص في ما قامت بالدوله باعداده لكي يكون مساحات مستزرعه غير كافيه، ولا بد من القطاع الخاص انه يستفيد من هذه الفرصه. هذه مساحات ضخمه وفرت ليها كل البنيه التحتيه المطلوبه، من اول الميه للكهرباء للطرق لمخازن لبعض الاماكن فيها معامل تحليل يعني منتج. دي امور ايه اللي موقفها لموقف القطاع الخاص؟ ده سؤال بطرحه على القطاع الخاص. انت عندك فرص كبيره في الاستثمار الزراعي سواء في السوق المحلي او في التصدير. الارض دي لو القطاع الخاص والشركات الكبيره او الشباب، انا ما اعرفش، في افكار كتير اتطرحت في الحوار الوطني انه الشركات الكبيره تاخد تسهيلات معينه عشان تشجع على انها تنتفع وتدفع ثمن انتفاعها باراضي الدوله لصالحتها، الاراضي ملك الدوله، او انه الشباب بصيغ مختلفه طرحت كتير من الصيغ بانه اتعمل زي جمعيات او تعاونيات الشباب ياخدوا مساحات كبيره مع بعض ويستزرعوها في المناطق سواء اللي استزرعتها الدولة أو في الظهير الصحراوي في الصعيد. موضوع الأرض موضوع حياة وشيء يعني في منتهى الأهمية بالنسبة لنا، ولذلك تذليل العقبات وتشجيع القطاع الخاص ويقول لنا القطاع الخاص، يقول للدولة، أنا طبعا مش مسؤول في الدولة، يقول للدولة أنا ناقصني إيه عشان آخد من 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 جنب الاراضي اللي جنب الضبعه في مستقبل مصر مثلا 100,000 فدان، يعني ناقصني ايه عشان اخد 50,000 فدان في توشكا او في العوينات؟ ايه اللي ناقص؟ يعني انا بدعو كل رجال الاعمال اللي هم ممكن يستثمروا في الزراعه ان هم يقولوا بصراحه شديده ايه اللي موقفهم، لانه الزراعه مش هتنشط عبر فقط تشجيع الفلاح والمزارع الصغير اللي في الريف، ده امر لابد طبعا من دعمه، ده اصل القصه، اصل الحكايه، لكن هتنشط وتكبر اكتر باللي حضرتك ذكرتيه الاراضي المستصلحه، ودي محتاجه الحقيقه يعني تفاعل اكبر ويمكن اكتر بكتير من اللي احنا شايفينه دلوقتي. تمام.